قال رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، قال إن المتحف المصري الكبير يعد رمزا للتعاون الثقافي بين اليابان ومصر. وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، أعرب كيشيدا عن تطلعه للمشاركة في افتتاح المتحف المصري الكبير باعتباره واحدا من أكبر المتاحف في العالم. بجانب الأهرام الثلاثة التي تعتبر رموز الحضارة المصرية القديمة، رأيت المتحف المصري الكبير الذي يعتبر رمز التعاون الثقافي بين اليابان ومصر، وتأثرت كثيرا بهذا المشهد، وأتطلع بفارغ الصبر إلى افتتاح هذا المتحف الذي سيكون من أكبر المتاحف في العالم بما يحتوي عليه من كنوز الحضارة المصرية القديمة.